نقنعوا المشاهدين بالله تعليك ونبداو ان شاء الله الخاتمه ونتمنى الله عز وجل. صح البشرة فاطمة البدوس إذا أهلا وسهلا متتبعي قناة شوف تيفي في هذا البث المباشر هنا مباشرة من مدينة تطوان. وفي هذه الحلقة هذه كنستضيف أم اللي كتقول بأنها ضحية عملية نصب من طرف يوتيوبرز مشهورين بتطوان اللي لقاوها هي والابنة ديالها كتبيع كلينكس كما جاء على اللسان ديالها، وداروا معها فيديو وداك الفيديو يعني تنشر في وسائل التواصل الاجتماعي، ومجموعه ديال الناس من خلال التعليقات ديالهم انهم تفاعلوا معهم. ولكن للاسف السيده كتقول بانها ما تلقات حتى شي دعم مالي، وان الابنه ديالها يعني محتاجه للعمليه في اقرب وقت حيت البنت ديالها كتعاني من مرض. الام بطبيعه الحال غادي تشرح لنا شنو هو المرض اللي كتعاني منه الابنه ديالو، والحقيقه ده هذه القصه هذه كيفاش تلقات مع هاد اليوتيوبرز هذوما، ويعني بالتفاصيل غادي نكتشفوا هذا الشيء هذا من خلال هذا البث المباشر. السلام عليكم الاخوان خارج الوطن ودخل الوطن، وانا الام دمالك كنا كنبيعوا كنترزق الله في مرجان، توقفت عليا واحد الطونوبيل رانج بيطا زادت عند بنتي، قتلو عمو تشري من عندي كلينيك تعاون معاه، جاو قال لها اش مع منتينا بنتي، قتلو انا مع الام ديالي، عيط لي جيت عندو انا ما عرفتوش، وقفت معاه قال لي واش بنتك هذه لا، قلت له يا سيدي، قال لي راه العيال كيتسرقوا وديك الشيء، شنو السبب اللي خرجتي هاد البنت كتبيع كلينيكس، واش ما كتقريهاش واش هادي، قلت له سيدي كتقرا بنتي دابا عندها عطله وعلى حسب المدرسه كانت كورونا وديك الشيء، ايوا بدا كيتهاود معايا، قلت له انا عندي البنت مريضه راه عندها واحد الجهه كامله ناقصه، بنتي طالبه لها العمليه، طلبوا لها ديك السكانير، انا ما كنعرفش نقولوا ديك الكبير ماشي سكانير اخر، ما كنعرفش نقولوا، المهم وقفت عليهم، قال لي انا ان شاء الله باذن الله انا غنتعاون معاك، انا ما عرفتوش عنده الرانج بايطة ما عرفتوش، كيقولوا مشاون الجوجه والجوج ديالها هما وجوج بناته معاه في الطوموبيل، انا ما عرفتهمش، الوقفه اللي وقفوا معايا بقاو كيتهاودوا معايا بلا ان هيدا حسين مرا شريفه هادي حنا ان شاء الله يكون خير غنتعاونوا معاك باش نعدلوا لك. حتى تفاجات واحد النهار جاون عندي الناس قالوا لي راه انتي نبنتي فيديوهات وهادي العائله تعقدت لي وتعقدت هي، انا ما نكذبش اني مرطت لي العائله هي مريطه وزادت مرطت لي انا تعقدت بزاف، هادشي اللي كاين سيدي. بالنسبه لي لكم فينا لالا فاطمه قلتي بان يعني من خلال التعليقات ديال الناس على الفيديو ديالك يعني مجموعه المحسنين بزاف الناس قالوا لي جاون عندي الناس كيقولوا لي بزاف الناس تعلقوا واش ما توصلتي حتى بحاجه، انا كنقول لهم ما توصلت حتى بحاجه، بقى حاليا ما توصلت حتى بحاجه، ديك السيد اليوم الدنيا وغدا الاخره عطاني 110000 فرنك 100 درهم عطاها لي نهار الاولي باش تلاقاني، مورا ديك الشيء رمضان اللي قاس قبل من ديك ايامات اللي تلاقاني عيط لي في العيد الصغير عطاني 1000 درهم، قال لي واش كافياك من بنتك، قلت له يا سيدي للحوايج ماشي للمرض، قال لي للحوايج، قلت له يا سيدي كافياني الشريطات كافياني، وهادشي اللي كاين من غير هادشي ما كاين حتى حاجه سيدي، بقى ما توصلت حتى بحاجه
وبنتي مريضة عندي، عندها واحد جهة كاملة ناقصة، وإلا شفتوها المأساة وصافي. ما توصلت حتى لشي محسن أو لشي محسنة تردت لي شي حاجة، ما توصلتش بها. والناس كيقولوا لي توصل هاد السيد هدايا، راه طلعوا بزاف المشاهدين وطلعوا بزاف وعطاو بنتك وهادي وهادي. أنا باقا دابا الآن مفاجأة هادشي اللي كاين. النداء ديالك كتوجهوا لهاد جوج ديال الجمهور، إذا كانوا شي ناس يتعاونوا معاهم، إذا كانوا إلا بغى شي واحد، إلا كان بغاو الناس المحسنين خارج الوطن وداخل الوطن وبغاو يشوفوا حتى بنتي مباشرة، نجيبها لهم بالكويقطة ديالها بكل شيء. أنا اللي بغاو نعمل معاهم نعمل معاهم. الله يجازيكم بخير وشكرا، والله يرحم لكم الوالدين، شوفوا فيا ونوجه الله ونديك العائلة. هادشي اللي غنقول لكم. بالنسبة لي لك الخطيبة ديال العائلة عندك كتبقى؟ عندي العائلة في المدرسة، البقال. ولكن المشكلة ديالها أنها كتوجد صعوبة. كتوجد العائلة ما كتلعب لي غير شوية، كتعيالي من رجلة، غير شوية كتعيالي، حيت هي جات واحد جهة كاملة المهم كتحرك بها غير شوية كتبقى عيالها. هادشي اللي كاين. يعني ما كتقدرش تتحرك. ما كتقدرش تتحرك. تلعب في الماكلة، في الغسيل، في الحمام، في أي بلاصة. كتشوف فاطمة يعني. أنا كنمرض، كنمرض. كتشوف العيال أنهم كنمرض، كنمرض. حيت بنتي ما كنتش ناوية عاد يتوقع لها هادشي، وما كنتش ناوية عاد، ولكن الحمد لله، الحمد لله. تشهد الله مرحبا بها. أنا اللي كنطلب الله سبحانه وتعالى خواتنا المحسنين يشوفوا من حالي ومن حال بنتي وصافي. هادشي اللي كنطلب. سيدنا فاطمة يعني من النساء المكافحات من أمة. أنا كتبقى الديوانة وكان باقي الخدمة كما كانت، كنت نمشي ونكافح ونطيح ونوض على بنتي تنعمل لها العملية، ولكن الله غالب الحمد لله. دابا من الصب كندبروا اللقمة ديال العيش، كنبيعوا ديك كلينيكس، مرة كنجيبوا 20 درهم، مرة 30 درهم، مرة 40 درهم، من الصب كناكلوا ديك اللقمة ديال العيش. هادشي اللي كاين. فاطمة ممكن تجيب لنا الرقم التليفون ديالك؟ أو عندك التليفون ديالك تما؟ لان التليفون ديالك غادي نحتاجوه باش تقولوا للمتتبعين والمحسنين، وهذا بطبيعه الحال نداء للمحسنين انهم يتعاونوا مع الام ديال الملك. عطل علي شي حيت انا عندي اورنج. خلي عندك هذا الرقم ديالك هدايا. قلت لك طلع شويه الميكرو لاله فاطمه. بالنسبه لي لك انت لاله فاطمه، يعني كما جاء على اللسان ديالك النداء اللي بغيتي، النداء اللي بغيتي توجهه لهاد جوج اليوتيوبر انهم ديجا يعني اذا تعاونوا معاهم المحسنين يعطيوني غير نعمل العمليه من بنتي. انا ما خصني حتى حاجه من هاد الناس، حتى هاد المحسنين الله يجازيهم بخير. انا ما بغيت لا دار لا طوموبيل لا، انا بغيت غير بنتي تعالج، ما خصني حتى حاجه، حتى الماكله ما عنديش مشكل فيها، حاكليت حماكليت. انا خصني غير بنتي تعالج ترجع كما بنات الناس كاملين، وهادشي اللي كاين. التليفون ديالك تقدر تقولوا للمتتبعين؟ والو ما نعرفش، ما نعرفش، ما قرياش، ما نعرفش. عندك واخا انا غادي، انا غادي واخا نتعاون معك. عندك 0688 0688 66 10-01. طلب من المحسنين انهم طلب من الله من المحسنين يتعاونوا معايا. هذه هي النيميرو التليفون ديالي 06 88 66 10 01. نطلب الله سبحانه وتعالى من المحسنين يتعاونوا معايا، تعاونوا لي مع بنيتي حتى هي ان شاء الله تكون برجيله ديالها ان شاء الله، وتكون حتى هي في صحه جيده ان شاء الله. اسمح لي قطعتك، بزاف ديال المتتبعين التحقوا بنا الان وخصهم يعرفوا القصه، واش ممكن انك تعاود لنا القصه باختصار؟ لان بزاف ديال المتتبعين طلعوا الان وخصهم يعرفوا القصه. ممكن علاش على القصه ديالك؟ القصه هذه ديالك كيفاش يعني تلاقيت مع هذا السيد؟ تلاقيت مع هذا السيد. انا كنبيع في مارجان انا وبنتي، كنبيع كلينيكس. بنتي بحال
بعيدة مني شوية وأنا بعيدة منها شوية. جات هي قالت له عمو أنا بغيت تعاون معايا شري من عندي هذا كلينكس. جاو قال لها مع من تينا بنتي؟ أجي أجي يا بنتي. قال لها مع من تينا؟ قالت له أنا وماما. قال لها مشي عيط ماماك. عيط لي جيت من عنده. قال لي هذه بنتك؟ قلت له يا سيدي هذه بنتي. جاو قال لي علاش زعما كاين كتخرج العائلة تبيع كلينيكس خصها تقرا وهذه باقا صغيرة والعيا كيتسرقوا وديك الشيء. قلت له سيدي أنا غير ظروف أنا ملي كديوانة ما كنتش كنخرج بنتي مع كورونا مع الديوانة شدت مع هذه بدينا كنخرجوا كنتعاونوا أنا وبنتي. بنتي كتشبر في هذا القنيت وأنا كنشبر في هذا القنيت كنبيعوا ديك 20 درهم 30 درهم شحال ما قسم الله. المهم قال لها أبنتي نتينا إن شاء الله عنا. قلت له انا بنتي مريضه وديك الشيء عانيت بنتي مريضه وديك الشيء. قلت له انا بنتي مريضه. قال لي ان شاء الله غيكون هي الخير انا نتعاون ونشوف الناس يتعاونوا معايا ونجي ونعملوها لها. صافي من ديك الساعه ما شفتو كنصوني عليه في النمره ديالو ما كيجاوبش عليا. قلتي عطالك شي بركه شحال عطالك؟ عطاني 110 الف فرانك 100 درهم نهار اللي وقفت بنتي معاه و100 درهم و1000 درهم في العيد الصغير. صافي هذيك اللي تشوف مشيتي للدار ومن بعد كتفاجئ في الفيديو ديالك. صافي حتى جاو عيطوا لي الناس قالوا لي فاطمه راه نتينا في الفيديو نتينا وبنتك. والعيال بداو كيتلاقاو بنتي العيال المدرسه كيقولوا لا بنتينا بنتي في واحد الفيديو مع شي الناس الكات كات بيطا في مارجان كتبيع كلينيكس. العيله بحال اللي تعقدت لي ومرطت لي. هي مريضه وزادت مرطت لي. هادشي اللي كاين. صافي ما والعائله دابا كيفاش الحاله ديالها؟ الحاله دي اللي اليد ديالها هدايا والرجل ديالها عندها عندها واحد الجهه ناقصه على اخرى. شنو واش ديتيها لعند الاطباء؟ ديت الطبيب هنايا هو كيقولوا لي كيقولوا لي خص العمليه خصكم تعملوا لها ديك اللي في طنجه ما كنعرفش شنو كيقولوا ليريم. قالوا لي خصك تدي العائله باش تعمل لها ليريم باش نعرفوا ديك الشيء منين وما جي. تبعت عند بوقطيبه تبعت عند الطبيب القصري تبعت عند هادو ما فاش كيقولوا له اللي مع جامع عبد الملك ديك الدكتور بدون ذكر الاسماء ديالهم ما عرفتش الدكتور هذا اللي هنايا مع جامع عبد الملك. المهم ديت حتى اش كيقول الهلال الاحمر. المهم جريت بنتي عملت لها الراديوات عملت لها هذه ما جابش الله. شريت لها واحد صالوبيت عند اش كيقولوا الثانيه ضرم الخرج هو اللي عملته ولا ما جابش الله. باقا هي كما هي باقا كيقولوا لي خصها العمليه. العائله عندها العطام فالت ما عرفتش منين هاد العطام فالت. النداء ديالك لهاد يوتيوبر ان اذا جات لهم شي بركه يعطيوها لان البنت ديالك محتاجه صافي هادشي اللي كاين. انا الا هاد الناس اللي وقفوا على بنتي في مرجان الا توصلوا بشي حاجه ديالنا كنطلبوا الله وهما زعما يشوفوا غير ديك العائله وديك المرض اللي فيها. صافي هادشي اللي بغيت. ما بالنسبه للمحسنين شنو كتقول لهم؟ بالنسبه للمحسنين الله يجازيهم بخير. انا كنتوجه لهم هذه المكالمه ويشوفوا من حالي ومن حال الله ويشوفوا من بنتي ونوجه الله. هادشي اللي كاين. الرقم التليفون ديالك فاطمه نتينا ما قرياش انا غنحاول نعاونك فيه ونتينا غادي تقول انت عندك 0688 0688 66 10 01 طلب الله والمحسنين يتعاونوا معنا. هادشي اللي كاين. التليفون ديالي هو 06 88 66 10 01 هادشي اللي كاين. شكرا الله يجازيكم. اذا متتبعي قناه شوف تي في كنتمنى انكم بارطاجيو هاد المباشر باش انه يوصل النداء للمحسنين وكذلك ان جوج يوتيوبرز اللي داروا مع الفيديو هذا اذا يعني توصلوا بشي مساعده ان الام كتقول بان الابنه ديالها محتاجه الفلوس باش انها تتعالج. وكذلك هو نداء للمحسنين وذوي القلوب الرحيبه انهم يتعاونوا مع هاد السيده اللي كطلب المساعده منهم. اذا متتبعي قناه شوف تي في وسمعت واحد الدكتور هنايا كيجي من برا هنايا في هاد شي جمعيه هنايا في تطوان. الحق انا ما عارفاهش ما عنديش اللي توصلني به ولا هادي. انا بنت تطوان ولكن ما كنتش ما نكذبش عليك ما كنتش ناويه هادشي غيوقع لي بنتي. تن كنطلب منه تا هو انه تا هو كنطلب ربي تعالى وتبارك ومنه يوقف معايا الا سمع النداء ديالي. هو من برا هو اصلا مغربي وقرا برا وجاب الله التيسير ونجح وراه عمل واحد العمليه بالضبط من واحد العايل
من الحسيمة أما من ناظور، واحد الكلوة كانت ما عندوش مسكين، ماتت له مرة، واحد الكلوة كانت باقا وكانت عنده مصرانة الزايدة، وعملوا العملية وفي حفظ الله وشكرا. هادشي اللي كاين سيدي. إذا هو يعني كذلك من الأم لأحد الأطباء اللي كتوجه له عاود النداء باش أنه يتعاون مع الإبنة ديالها. إذا متتبعي قناة شوف تي في كنتمناو أن النداء ديال الأم هذا يوصل ونتعاونوا مع مالك. إذا متتبعي قناة شوف تي في إلى هنا ننهي هذا البث المباشر وإلى بث آخر، دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.